السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف نعمل مشروع خاص بيه، تقدير أسعار السيارات وهكذا. طيب هقول له نيو وهبدأ مشروع جديد وأسميه مثلا كار. أوكي. طيب المشروع دوت محتاج إن أنا أحط فيه داتا سيت، تمام؟ فممكن نبدأ أشوف كده. ممكن نختار ديت وقول له اوكي. اقول له انا عايز بقى تريننج موديل جديد، واختار بقى الداتا سيت اللي انا اخترتها. اوتوموبيل برايس داتا. طيب هنا يعني محتاج ان انا اختار ايه الحاجات اللي انا مهتم بيها، لان انت لو دخلت على قاعدة البيانات هتلاقي فيها معلومات كتيرة جدا، ممكن تلاقي في بيانات كتيرة مش محتاجها، تمام؟ زائد ان انا عندي هنا النورماليزد لوسز، في قيم مش موجودة، ميسنج قيم كتيرة جدا. لو انت بصيت هنا هتلاقي 41 قيمة ميسنج، هنا مفيش، هنا مفيش، هنا مفيش، هنا في اتنين، يعني سهل ان احنا نتجنبهم يعني عادي. لكن طيب هقول له سيلكت كولوم، ان داتابيس اهيت، وهبدا اسحب. هنا بقى هقول له لانش كولوم سيلكتر، فبيقول لي ايه اللي انت عايزها، دي انا عايزها وكل دول معايا بشكل دوت. فلو جيت هنا قلت له ران سيلكت، بس لسه عندي في كام قيمة مش موجودين، فممكن اقول له كلين ميسنج داتا. وهنا بختار بقى ايه القيم، ممكن اوقف على قيم قد ايه، ده المينيمم ميسنج، ماكسيمم ميسنج فاليو، الكلينينج داتا. ممكن اقول له مثلا يعملها ريبليس مع المتوسط، او يعمل لها ريموف، تمام؟ زي ما انت عايز. طيب بعد كده ممكن اختار بقى سيلكت كولوم من داتابيس، لو انا محتاج ان انا اشيل قيم معينه. اقول له لانش، وتقدر بتشوف ايه الحاجه اللي انت مهتم بيها، تمام؟ الفويل تايب مثلا، الميك، البودي ستايل. صراحه ما اعرفش ايه الحاجات اللي مهتم فيها في العربيات يعني، تمام؟ الهورس باور يعني شكله حاجه حلوه. البرايس طبعا ده الاساسي بالنسبه لنا. وبعد كده ممكن اعمل ايه، اقسم العناصر لجزئين، جزء سبليت، الجزء الاولاني هيبقى هو ده اللي هنعمل عليه اللي هيتعلم منه، يعني عندي معلومات كتيره جدا، فهناخد جزء من المعلومات دي بنسبه قد ايه، بنسبه مثلا 70%. يبقى انا 70% هيتمرن عليه، و 30% هنتاكد من جوده القياس بتاعنا هل هو مظبوط ولا لا. فهقول له ترين موديل، بالشكل دوت هاخد القيمه دي واحطها هنا، تمام؟ طيب عايز بقى الناحيه دي، ممكن اقول له بقى عايز اعمل لينير انحدار خطي بالشكل دوت. طيب هنا منتظر ان انا اقول له لانش كولوم سيلكتور، واقول له انا هركز على ايه، اقول له انا مركز على السعر بتاعي، تمام؟ وهاجي هنا اقول له ران سيلكت.
طيب هو كده بدأ يتعلم من البيانات، هقول له سكور سكور موديل اهوت. تمام، ممكن بقى القيم التانية دي ناخدها اللي احنا ما استفدناش منها في التعلم، نتأكد منها، وبعد كده هقول له افوليت موديل. بالشكل دوت نخليها نعمل ران. للمشروع ككل وكده قسم، عمل ترين هيعمل سكور وبعد كده يعمل لي الافوليت موديل عشان نتأكد من جودة الموديل بتاعي. طب نتأكد بقى، هقول له هنا فيجواليز. تمام، فبدأ يجيب لي المخطط بتاعي بالشكل دوت. سكور موديل بدأ يجيب لي السمبلايز بتاعي، قد ايه الفويل تايب، كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها. طيب انا هبدل دلوقتي اللينير ب 2 كلاس. تمام، بالشكل دوت، وهعمل ران. هاجي بقى على الايفالويت موديل واقول له اعمل لي فيجواليز. تمام، هنا الاكيوريسي دي اهم قيمه عندي. تمام، كل ما كانت اقرب للواحد كل ما تكون التنبؤ صح. فهنا بيقول لي 0.98، فمعنى كده ان النموذج بتاعي دقيق جدا. تمام، هو المفروض ان هو يوصل واحد صحيح، لكن في كم قيمه كده فيهم قيم قليله يعني. تمام، فالموضوع ان شاء الله يطلع نموذج كويس جدا. طيب عايزين بقى نعمل له سيت اب بحيث يبقى عندنا موقع على الانترنت نقدر نقيم بيه الحاجه دي. تمام، طيب اوكي، وهنيجي هنا بقى وخلاها هيت ان هنا الويب سيرفيس انبوت هيستفاد منها بحيث ان هو يقدر يعمل لنا الاناليسيس بشكل قوي. بياخد معلومات جديده، هو كده اتاكد من المعلومات بتاعته فيقدر ياخد معلومات جديده ويعمل لها تقييم ويقدر يقول لنا النتيجه كام. تمام، فتقدر تعمل تيست او هاجي هنا بقى على نيو ويب فيبدا يفتح لنا الموقع. تمام، ده الداشبورد بتاعتي، وعندي هنا تيست فيقدر يدخل القيم بتاعته. تمام، ويعمل تيست ريكويست. طبعا لازم يدخل معلومات مظبوطه، انا معرفش الارقام الصراحه بشافتي، بس هو لو دخل الارقام مظبوطه اللي هي بتاعت العربيه يقدر يديله تقييم المفروض السعر يبقى كام وهكذا. تمام، لازم بقى يدخل البيانات ديت. ساعتها هيبدأ يجيب لي كل الداتا اللي انا محتاجها عشان اقيم السيارة ديت.